دارك سايدرز 3 من الألعاب اللي اتنست لفترة طويلة بسبب مشاكل في عملية تطويرها، لكن هل رجوعها بعد 6 سنوات قدر يجذب محبين السلسلة مرة كمان؟ دارك سايدرز 3 معتمدة بشكل أساسي على فهمك الأحداث الجزئين اللي فاتوا. القصة عن فيوري، واحدة من الفرسان الأربعة اللي عايزة تثبت قوتها قدام المجلس. القصة تعتبر أحداثها بين نهاية الجزء الأول وبداية الثاني، بحيث إنه البطل ديث بيدور على براءة أخوه وار، وطبعا وار بطل الجزء الأول متهم ومقبوض عليه بتهم تخريب التوازن. فالقصة مترابطة بشكل كبير بين الجزئين. فقصة الجزء الثالث عن شخصية فيوري اللي المجلس هيسلمها مهمة لقتال 7 من الزعماء. القصة بشكل عام كانت جيدة، لكن أحداثها بطيئة شوية، وشخصية فيوري للأسف كانت عادية وكانت محتاجة اهتمام أكبر في الكتابة. وأكيد القصة محتاجة جزء رابع من بطولة تاليت هورسمان المعروف باسم ستار. دارك سايدرز 3 هي لعبة طموحة، فريق جان فاير عانى جدا من تطويرها، والحقيقة هو لحد ما قدم لعبة ممتعة، لكن كان في بعض الحاجات اللي خلت التجربة تكون عادية، ممكن ده بسبب تخبط تطوير اللعبة. فريق فيجوال جيمز اللي اشتغل على الجزء الأول والثاني، لكن مع افلاس شركة THQ، فالفريق كله تصرح وراح اشتغل مع كرايتك، ولكن مع افلاس كرايتك فمؤسس الفريق عمل استوديو اسمه جان فاير مكون من 60 موظف، وقرر اخيرا يشتغل على دارك سايدرز 3 بميزانية اقل، والمسؤول عن النشر شركة نورديك، واللي بعدها استحوذت على THQ وبقت THQ نورديك. دارك سايدرز 3 هي تجربة هاك اند سلاش اشبه بالالعاب الكلاسيكية اللي للأسف ما بقتش موجودة خالص على الجيل ده، وهي متأثرة بالالعاب جود اوف وار القديمة وبكومبات شبيه لحد ما ببرنس اوف بيرشا. ودارك سايدرز 3 اعتقد انها اول لعبة قدمت تركيبة سولز مع كومبات سريع بنظام هاك اند سلاش. فدارك سايدرز 3 تعتبر عمل التوازن بين الكومبات والحركات القتالية السريعة، وبين تفادي الضربات واللعبة ما فيهاش اي نظام استامنة. وفي حركات قتالية مختلفة، كل سلاح من اصل 5 اسلحة كان لهم حركات قتالية متنوعة. كومبات بشكل عام كان ممتع جدا وسلس، معتمد على التفادي اكتر، لانه لما بتتفادى بالوقت الصحيح فده بيدي افضلية بضربات اقوى. كومبات عبارة عن 4 قوة او 4 اسلحة تقدر تغير ما بينهم بسهولة، فمثلا التحكم بالسلاسل النارية او التحكم بلايتنج سبير، وللحقيقة السلاح ده كان شبيه دارك سولز لحد كبير، او السيف الثلجي، واخيرا الفأس. كل سلاح من دول كان له مميزات ونظام كومبات مختلف وبيدي مميزات. فمثلا قدرة النار بتخليك تمشي على النار من غير ما تتأثر، العاصفة او الضوء بتخليك تقدر تطير في اماكن معينة بحيث الرياح ترفع البطلة، الثلج بتخليك تمشي على المية من غير ما تقع، واخيرا في قوة خليك تمشي تحت المية وتتسلق على حوائط معينة. واللعبة فعليا كانت عبارة عن دارك سولز مصغرة، او ممكن اقول دارك سولز فيوري اديشن، لاني انا فعلا حاسس اني في اجواء دارك سولز، لكن الفرق الوحيد هو انها في عالم مشرق. ممكن ده ما يكونش شيء سلبي، لكن كنت اتمنى لو الفريق يقدم افكاره الخاصة زي مثلا الجزء الاول او الثاني. حتى تصميم المراحل كان شبه دارك سولز، وهو عبارة عن عدة مراحل مترابطة ببعضها. تصميم المراحل ومشاهدة الاختصارات الكتيرة اللي بتودي لنفس المكان، فكان الحقيقة حاجة ممتازة. واللعبة قدمت عناصر مترويدفانيا بسيطة، بحيث انك هتلاقي اماكن مقفولة ومش هتقدر تفتحها الا لما تحصل على قوة اثناء تقدم بالقصة، فانت فعليا هترجع لمناطق زرتها بالفعل فقط عشان تشوف هي مخبية ايه. ونظام الاستكشاف كان احسن بكتير من الجزء الثاني. المشكلة ان تصميم المراحل نفسه مش متناسق، بيخلي اللاعب في حيرة مش عارف يروح فين، او ممكن يلف حوالين نفسه لو حد ما لعبش مثلا دارك سولز او بيكره اسلوبها. وبرضو استكشاف المناطق الجانبية ما كانش فيها لوت جبار، ممكن تحصل على معدات او ارواح او قتال زعماء جانبية، لكن عمره ما يوصل لاستكشاف دارك سولز، لان المناطق الجانبية دي محدودة وصغيرة. لكن كفريق تطوير مكون من 60 شخص فالحقيقة مجهود يحترم منهم. تجربتي للعبة بشكل عام ممتعة جدا، ومهما كان في انتقادات ليها فانا شايف ان 60 مطور اشتغل عليها وقدم لعبة بالحجم ده، فده الحقيقة مجهود يحترم. اللعبة والفريق طموحين، لكن ليه تشتغلوا على لعبة اكبر من مستوى طموحكم؟ العاب سولز دايما معتمدة على الاستكشاف، والاستكشاف في دارك سايدرز ما كانش مثمر او مجزي. انا ايه اللي يخليني استكشف طالما مفيش عائد كبير؟ الجزء الاول بالرغم انه كان خط بالكامل، لكن الحقيقه كان عظيم وما كانش محتاج يكون شبيه بنظام سولز. اللعبه مليئه بالاعداء اللي المعارك معهم كانت ممتعه، فيها تحدي وبتاخد منهم نقاط سولز لتطوير الشخصيه، لكن للاسف تطوير الشخصيه محدود، مفيش الا الصحه والضربات، ولو مت بتعيد من اخر تشيك بوينت او من اخر بونفاير نظرا للتشابه بينها وبين سولز. والنقط اللي جمعتها بتروح، لكن تقدر ترجعها في اي وقت حتى لو مت اكتر من مره، وتقدر تخزن النقط بتاعتك عند التاجر اللي اسمه فولجرين.
وعامه اللعبه مش صعبه، البوسز قتالهم ممتع لكن افكارهم ما كانتش ثوريه. الحقيقه انا بلاحظ ان البوسز هنا كانت شبه دارك سولز جدا، فمثلا القتال مع اورستين وسموج هتلاقي نسخه مصغره منه في دارك سايدرز 3. البوسز بشكل عام كانوا كتار وفي بعض البوسز الاختياريه، لكن عموما الصعوبه ما تعتبرش كبيره، والبوسز دول متصممين على انهم ما يكونوش بصعوبه عاليه، فهم ما عندهمش الا كام حركه قتاليه بيستخدموها، وتقدر تطور اسلحتك وترفع من مستوى ضرباتها. واللعبه فيها الغاز كانت مقبوله ومعظمها سهله لكن قليله، لكن طبعا الغاز الجزء الثاني كانت افضل بكتير. اكيد حصل لي بعض الاخطاء التقنيه كتيره، فمثلا حصل لي خطا غريب وهو ان في مناطق معينه في اللعبه لما بتروحها بتلاقي الصوت اختفى تماما، فلازم تقفل اللعبه وتفتحها تاني. اللودنج كان مبالغ فيه جدا لدرجه ان في مكان في اللعبه المفروض تنط من مكان واحد لمكان اتنين، فممكن تقع كذا مره وتعيد النطه تاني، فكل مره بتفشل فيها وبترجع لمكان واحد هتلاقي فيه لودنج بيحصل لحد ما المنطقه يتم معالجتها. وطبعا مشاكل في الاداء، ساعات الفريمات بتهبط مع كثره الاعداء، ومشاكل الكاميرا المزعجه خصوصا لما بتعمل لوكن وبيبقى فيه اكتر من عدو. دارك سايدرز 3 حبت تعمل تجربه سولز لكن غيروا في القواعد والتركيبه، مع عنصر استكشاف مصغر، قتال الزعماء المعتمد على التحدي، تطوير شخصيه سهل وواضح. ممكن ده يكون شيء ايجابي بالنسبه للناس اللي مش عارفين يلعبوا دارك سولز بسبب الصعوبه اللي بتقدمها، وممكن يكون شيء سلبي لمحبين دارك سولز واللي متعطشين لسولز جديده، لكن دارك سايدرز 3 خيبت امالهم. اللعبه بشكل عام ممتعه بالرغم من ضعف عناصرها، لكن التجربه مقبوله لحد كبير. انا ختمتها في 20 ساعه وركزت بشكل كبير على المحتوى الجانبي وختمتها بليفل 62. اللعبة قدمت بيئات متنوعة بشكل جيد جدا، لكن رسومات اللعبة منظرها تقنيا مع الأسف عادية. الرسومات أشبه بالكرتونية لحد ما، لكن البيئات منظرها جميل الحقيقة. منظر انهيار العالم كان لا بأس به، عالم اللعبة جميل الحقيقة، تصميم عالم مشرق ومنهار كان شيء مقبول لحد كبير. تقنيا فاللعبة ما كانتش ثورية، ممكن تصميم البوزز كان جيد نوعا ما، لكن تعبيرات الوشوش أو الملامح فهي مش موجودة. منظر التكتشر كان ضعيف جدا. أداء اللعبة كان للأسف بيعاني من فريمات قليلة في المناطق اللي فيها كثافة عالية، لكن اعتقد الابديت ممكن يصلح الحاجات دي. اللعبة قدمت عروض سينمائية عظيمة باخراج اكتر من ممتاز الحقيقة، وبصراحة مستغرب لان الفريق طلع فعلا قادر يعمل شغل ممتاز، فايه سبب الرسومات المتواضعة دي؟ بالنسبة للأصوات، فالأداء الصوتي كان ضعيف متشابه جدا عموما من شخصية لأخرى. شخصية فيوري أدائها كان عادي الحقيقة. الموسيقى التصويرية في اللعبة قدمت موسيقى ملحمية ممتازة، سواء اللي بتشتغل أثناء قتال البوسز أو اللي بتشتغل في قائمة تطوير الشخصية، الحقيقة كانت ممتازة. دارك سايدرز 3 لعبة ممتعة لحد كبير، لكن للأسف أهملت عناصر تانية تقنية اللي كان ممكن يقدمها بشكل أفضل، فاللعبة كانت محتاجة وقت أطول في التطوير، لكن التجربة بشكل عام مقبولة وممتعة. مفيش شك إن اللعبة رجعت لجذورها وقدمت تجربة أشبه بالجزء الأول، وأكيد المطور اتعلم من تجربته دي، ولو أخذ دعم أكبر فأكيد هيهتم بباقي الجوانب. أنصحكم تنتظروا خصم على دارك سايدرز 3 أو تجيبوها مستعملة. بشكركم على المشاهدة وأتمنى إنكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم أحمد السوري. See you next time.